إدارة نادي هلال القدس في عمل مستمر دون توقف. زيارة وفد إدارة هلال القدس للأردن الشقيق له أهداف عدة. إدارة الزعيم قامت بزيارة كبيري الأردن الفيصل والوحدات، حيث قامت إدارة الزعيم هلال القدس بعقد شراكة قوية مع الفيصلي، حيث قال رئيس نادي الفيصلي معالي السيد نضال الحديد عن هذه الشراكة: النادي يضع كافة إمكانياته وبنيته التحتية تحت تصرف نادي هلال القدس. فيما أكد رئيس هلال القدس المحامي ضياء الشويكي أن مجلس إدارة نادي هلال القدس سيقدم كافة الإمكانيات والدعم خلال زيارة الفيصلي لفلسطين، غير أن هذه الشراكة ليست الوحيدة. بعد ذلك توجهت إدارة هلال القدس إلى المارد الأخضر الوحداتي، حيث أجمع الوحدات والهلال على ضرورة العمل المشترك الفعلي. بالأمان هذه زيارة عالية مقدرة جدا من طرف مجلس إدارة نادي الوحدات المنتخب حديثا. احنا بنقدر هذه الزيارة وعندنا علاقات تاريخية وقوية ومتينة مع هذا المجلس اللي احنا نحترمه ومقدره، فكر احتراف كبير وعالي المستوى. للتعاون المطلوب ان شاء الله راح يكون بين الوحدات وبين هلال القدس على اعلى المستويات، في راح يكون الاتفاقية على ارض الواقع وليست بروتوكولات رسمية. ان شاء الله راح يكون مزيد بالتعاون في موضوع المدربين واللاعبين، احنا نادي واحد ان شاء الله تضل هاي العلاقات مقدسة وقوية ومتينة. احنا جدا سعيدين اليوم بلقائنا بالاشقاء في نادي الوحدات، هاي الادارة الرائعة ونبارك لها. احنا ايضا بمناسبة فوزها بالانتخابات الاخيرة، اليوم كان لقاء جدا مميز، لقاء مثمر على الصعيد التعاون المشترك اللي راح يكون ان شاء الله اتفاق حقيقي ينفذ على ارض الواقع، مش مجرد البروتوكول او شكليات. احنا طموحنا انه نوصل مع الوحدات الى عمل اتفاق ينعكس بالايجاب على ابنائنا وابنائهم، وايضا من خلال تبادل رياضي ثقافي في شتى المجالات. بعد ذلك استقبلت جماهير الوحدات إدارة هلال القدس بشكل رائع، وذلك في مباراة الوحدات أمام الجبيهة في كرة السلة. بعد ذلك الصحافة والمواقع المختلفة ركزت بشكل كبير على زيارة زعيم فلسطين للأردن. فيما رئيس نادي هلال القدس الأستاذ ضياء الشويكي أكد أن هذه الخطوات ليست إلا البداية.